أمين الليلويا كرياليسون كرياليسون كريا. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة للرب وقالوا فلنسبح لأنه بالمجد قد تمجد. الفرس وراكب طرحهما في البحر، معيني وستري صار لي، هذا هو إلهي فأمجده، إله أبي فأرفع. الرب مكسر الحروب، الرب اسمه مركبة فرعون، طرحهما في البحر ركبانا منتخبين ذي ثلاث جنبات، أغرقهم في البحر الأحمر، غطاهم الماء، انغمسوا إلى العمق مثلا. يمينك يا رب تمجدت بالقوة، يدك اليمنى يا إل أهلكت أعداد، بكثرة مجدك ساحقت الذين يقاوم، أرسلت غضبك فأكلهم مثلا، وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل وجمدات الأمواج في وسط. قال العدو إني أسرع فأدرك وأقسم الغان وأشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتصل. أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه. من يشبهك في الآلهة يا رب؟ من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عاد؟ مددت يمينك فابتلعتهم الأرض، هديت شعبك بالحق هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قد. سمعت الأمم وغضبات والمخاض أخذ فلسطين. حينئذ أسرع ولاة أدوم ورؤساء المؤابيين أخذتهم، ذاب كل سكان كنعان وآتت عليهم الرعد وال. بكثرة ساعدك فليصيروا كالحجر حتى يكتش شعبك يا رب، حتى يكتش شعبك هذا الذي اقتن. أدخلهم وأغرسهم على جبل ميراث وفي مسكنك المعد هذا الذي صنعته يا رب، موضعك المقدس يا رب الذي أعددت. يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى، لأنه قد دخل إلى البحر خيل فرعون ومركباته وفرسان، والرب غمرهم بماء البحر. أما بنو إسرائيل كانوا يمشون على اليابسة في وسطهم، فأخذت مريم النبية أخت هارون الدفبية، خرج في أثرها جميع النسوة بالضفوف واد، وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسب لأنه بالمجد تمج. فرس وراكب الفرس طرح في البحر فلنسب الرب بالقطع، انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلك. أرض غير ظاهرة أشرقت الشمس عليها وطريق غير مسلوك ماشوا عليها، ماء منحل قد وقف بفعل عجيب بمعجز. غرق فرعون ومركبته وعبر بنو إسرائيل البحر، وكان موسى النبي
يسبح قدامهم حتى أدخلهم إلى برية سيناء، وكانوا يسبح بهذه التسبيحة الجديدة قائلين: فلنسبح الرب لأنه بصلوات موسى رئيس الأنبياء. يا رب لنا بغفرة خطايانا بشفاعة والدك له القديسة مريم. يا رب نعم لنا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك خلصتنا.